ترجع المصادر التاريخية إنشاء المدينة حول ضريح المولى إدريس الأول الذي تأسس سنة 1110 هجرية. وبوجود عين الحامة أكدت الأبحاث الأركيولوجية إلى أن تأسيسها يعود للرومان الذين كانوا يحكمون بلاد الأندلس. ترجح عدة مصادر تاريخية أن إنشاء المدينة حول ضريح المولى إدريس الأول يعود إلى القرنين 16 و17 ميلادي، وهذه الفترة هي التي عمل فيها السلطان المولى إسماعيل على تأسيس الضريح الإدريسي عام 1110 هجرية، حيث أصبح تحفة معمارية تشمل جميع المرافق الضرورية، ويعتبر كذلك النواة والقطب المركزي داخل المدينة، بالإضافة إلى أنه المهيكل الرئيسي لتوزيع باقي الأحياء، ومنه تتفرع باقي الدروب والأزقة. انتظمت مدينة مولاي إدريس زرهون حول عناصر رئيسية وفق نظام محكم، وتتكون المدينة العتيقة من عدة أحياء تلتف حول الضريح الذي هو النواة والقطب المركزي داخل المدينة. تترجم وضعية المحور والقطب التي يشتغلها الضريح داخل المدينة وبالنسبة للأحياء تقديس السكان لهذه المؤسسة وارتباطهم الكبير بها. من أهم المآثر التاريخية والعمرانية للمدينة نجد بالإضافة إلى الضريح المسجد الأعظم والأسوار المحيطة بالأحياء المجاورة للضريح والمشيدة بالتراب المدكوك وكذلك الأحجار، إلى جانب مجموعة من السقايات وقنطرة هارون لتوصيل المياه الصالحة للشرب للساكنة، دون أن ننسى الحامة ومجموعة كذلك من المساجد، وعلى رأسها جامع السنتيسي المشيد سنة 1939 ميلادية والفريد من نوعه، حيث يتميز بصومعة أسطوانية الشكل ومزينة بآيات قرآنية بالخط الكوفي على الفسيفساء. تتميز الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة بطابعها العربي الإسلامي الأصيل في شق بناياتها العتيقة والمرافق المجاورة لها، وكذا بالدور التي بدأت في التلاشي والاضمحلال.